في بعض المواقف ينبغي عليك أن تكون حذرا يقظا منتبها محترزا حتى لا تقع في ماذا؟ حتى لا تقع في شباك هؤلاء العصابات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يقودنا أيضا إلى أنك تحتك مع حسابات ومع أشخاص ومع أعضاء قد يكونوا ليسوا بمسلمين، عاداتهم تختلف عن عاداتنا، تقاليدهم تختلف عن تقاليدنا، لباسهم يختلف عن لباسنا. واحدة من البنات، فنحن ما نعترف بوجود مشاكل، لكن للأسف الشديد عندنا قلة من العقلاء من يتعاطون يعني بمعطيات إيجابية لحل القضية. واحدة من البنات تصيح، سامحوني يعني حابة واحد من الشباب، حبت أنه يعني تريد الزوجة وأعلنتها عند أمه وأبوها، ما قدروا بالحيلة يفروا لها مخة، مستعدة تروح عنده ولا تنتحر تسوي حركات. فجلست مع واحد من الخصائيين، قال بنتي أنا بس سأل السؤال واحد تجاوبيني؟ قالت له هي أجاوبه، تحبي وتقدري تريد تكون أبو أولادش خالتي؟ قال لها سأل السؤال واحد، هذا الرجل بتحبي مسلم ولا كافر؟ قالت صدقها السؤال ما جاء على بالي، كيف ما جاء على بالي؟ تتعاملي مع من؟ بعدين قال عرفتي عاداته، عرفتي تقاليده، عرفتي عيشة أهله، عرفتي عيشته، عرفتي وين ساكن، عرفتي وظيفته، عرفتي لونه شكله جنسه، هل شيطان إنس شيطان جن؟ تتناقل عندنا بعض الرسائل بعض النكت حقيقة ليست ما من مجتمعنا أصلا، هذه جايتنا من وين؟ قد تكون مجتمعات عربية، قد تكون مجتمعات غير عربية، وهذا أحيانا بشكل لا إرادي تقوم بماذا؟ بدغدغة العقل الباطن، مما يترتب على قيام بعض الأطفال وبعض الشباب بأساليب وبالتعاطي مع قضايا في المجتمع أصلا نحن بعيدين عن هذه الأشياء حتى من ناحية الكلمات. فبالتالي لا تدعوا مواقع التواصل الاجتماعي تغسل أدمغتكم، أو لا ندعها جميعا تغسل أدمغتنا وأدمغة أبنائنا. ناهيك عن وجود ماذا؟ ناهيك عن وجود مقاطع فاضحة وماجنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عدلوا قصص الأطفال، أطفال صغار عندهم الأيبادات فاتحين هذه المواقع، والأب ما عنده خبر، أو أن ولدي يلعب، ولدي مطمن منه، ولدي خاصة الأم لما تتضايق من ولدها تسلمه أي شيء وتعيش هي حياتها. بعدين ولدي ضاع، ولدي ما يستمع، ولدي كذا، ولدي كذا، ولدي كذا. حقيقة هناك خطط موجهة، وهناك يعني غزو فكري معلون. يجب علينا أن نكون أعقل، وأن نحافظ على هويتنا، وأن نحافظ على قيمنا، وأن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. ولو أننا نحن العمانيين الحمد لله إن تقدير حقيقة، نحن كنا في إيران لما يعلموا النعمانيين أوه عمان يحتضنونه. إذا تريدوا تسألوا أكثر هذا الوالد عندكم تم يغسلوا الرجول بماء يحدهم كذا بسبب النعماني. لازم نحافظ على هذا الإرث، لازم نحافظ على هذا الإرث ولا نتأثر بأفكار هدامة وبالرسائل المغرضة التي تأتينا من هنا ومن هناك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ويش ركبك أنت بكامل قواك العقلية والنفسية والفكرية. فبالتالي تستطيع أن تفند بين الحلال وبين الحرام، وبين الحق وبين الباطل، وبين هذا وبين ذاك. لا تكون فريسة سهلة. هو صح بعض الناس مختصين بماذا؟ بتغيير طرق الأفكار. أحياناً أجلس مع شخص أقدر أغير الأفكار بلحظة واحدة مختص، لكن أنت حاسب لما تدخل هذه المواقع، حاسب، لأنك كما شفت الإحصائيات مليار مستخدم، مليار مستخدم. أنا يوم الأيام أنا بنفسي شفت حساب من موقع التويتر، موقع تويتر إذا فعلت خدمة موقعي
في حسابك خدمت فعلت خدمة الموقع، مستحيل يعطيك موقع آخر إلا وإيش؟ إلا موقعك، سواء كنت في البر في البحر في جزر الواقواق، يحدد لك اسم الدولة اللي أنت فيها. في يوم من الأيام بنفسي أنا شفت موقع من المواقع، الظاهر أن هذا نسيان أن نفعل خدمة مواقع، طلع من دولة ما خبركم أي دولة وجالس يسوي فتن وما أخذين نحن معطين معه. بعدين إيش سوى؟ غير ظهر رجع على يعني عطل خدمة موقعي وصار موقعه ما معلوم. يعني لازم أنت تكون حذر وتكون واعي وتكون فاهم أن هناك أفكار وهناك سموم تأتينا لكي تخلخل المجتمع الواحد وتزعزع من الصف، وعلينا أن نحافظ على نعمة الأمان اللي نحن فيها. واحد أمس كان يخبرني يقول سافرت دولة من الدول، أوقف ساعة يعني يقول لي من تقريبا من 30-40 متر نقطة تفتيش. تصوروا تخرج من الجامعة نقطة تفتيش، تخرج برا نقطة تفتيش، وفي الأوتو قال والله يقول لي عشت في خوف ما عرفت وين أروح، كل المكان يقول عسكر. فبالتالي نحافظ أيها الأخوة نحافظ على هذه